كما أحيت كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدر قداس خميس الأسرار ورتبة غسل الأرجل، حيث ترأس القداس الأب مروان حسان راعي الكنيسة بمعاونة الأب وجد طوال الكاهن المساعد والشمامسة وحضور جموع من المؤمنين. وبعد عدة القداس غسل الأب حسان أرجل 12 من تلاميذ الكنيسة تقليدا للسيد المسيح في خميس الأسرار. اليوم مع بعضنا البعض احتفلنا بخميس الأسرار، وهو خميس الغسل اللي احنا بنسميه كمان، لأنه فيه كثير من الرتب العميقة لترجيا وروحيا واللي تدخلنا بالأجواء والأحداث اللي عاشها يسوع المسيح. فبمثل هاي الليلة يسوع المسيح اجتمع مع الرسل وأعطى لهم مثال في التواضع وفي الخدمة وفي العطاء من خلال غسل الأرجل، وحكى لهم فإذا كنت أنا السيد قد والمعلم قد غسلت لكم أقدامكم فافعلوا أنتم أيضا لبعضكم البعض مثل ذلك. وكمان اليوم يسوع المسيح عم بيأسس سر الإفخارستية. سر الإفخارستية هو نبع كل الأسرار، وبالتالي لما يكون في عنا أسرار في عنا كنيسة مقدسة، ولأنه في عنا كنيسة مقدسة لابد أن يكون هناك أشخاص عم بيخدموا هاي الكنيسة وعم بيخدموا هاي الأسرار، وبالتالي صار في عنا سر الكهنوت. فبهاي الليلة أيضا يسوع أنشأ سري الإفخارستية والكهنوت، وبنهاية هاي الليلة قبض على يسوع في بستان الزيتون وصيق إلى الحبس. ودلالة على هاي الأحداث اللي صارت، إحنا اليوم بنهاية القداس قمنا بحبس يسوع المسيح انتظارا ليوم غد لمحاكمته والحكم عليه بالموت صلبا من أجلنا ومن أجل خطايانا. فاليوم مع بعضنا بعض احتفلنا بخميس الأسرار، هذا الاحتفال اللي تم بعد وقت طويل من الانقطاع. صرنا سنتين مش محتفلين فيه زي ما كنا محتفلين. فاليوم حسينا أن الحياة رجعت طبيعية مثل أول. نعمة الله موجودة بأنه كمان هو قادر ينتصر مش فقط على الموت، وأيضا كمان على الأمراض وعلى الفيروسات اللي ممكن أنها تدخل لحياتنا وتخرب وتعكر كل حياتنا. وخميس الجسد أو خميس الأسرار هو بوابة الثلاثية الفصحية، وزي كانوا يسوع اليوم بده يحكي لنا حتى نوصل للقبر الفارغ، حتى نوصل للحجر المدحرج، حتى نوصل للقبر المضاء من نور القيامة، لابد أن ندخل بخميس الأسرار، يعني أن ندخل في التواضع، في الطاعة، في الخدمة ومحبة بعضكم بعضا، وأيضا أن ندخل بحمل الصليب حتى نوصل لسبت السبت النور وأحد الفصح والقيامة. كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله دائما هاي الأعياد بتتجدد علينا وبتنعاد علينا بظروف أحسن وأحسن، وكلياتنا بنكون مرتاحين داخليا وخارجيا تنحتفل بفصح الرب مع بعض البعض. كل عام وانتم بخير.